لا تترك أوامري حبا لجمالي، ولا تنسى وصاياي ابتغاء لرضا ابن الوجود. اعمل حدودي حبا لي، ثم انهي نفسك عما تهوى طلبا لرضا ابن الإنسان. لا تعري نفسك عن جميل ردائي، ولا تحرم نصيبك من بديع حياضي، لئلا يأخذك الظمأ في سرمدي الذات. يا ابن الإنسان افرح بسرور قلبك لتكون قابلا للقائي ومرآة لجمال. يا ابن الإنسان لا تحزن إلا في بعدك عنا، ولا تفرح إلا في قربك بنا والرجوع إلينا. يا ابن الروح، روح القدس يبشرك بالأنس كيف تحزن، وروح الأمر يؤيدك على الأمر كيف تحتجب، ونور الوجه يمشي قدامك كيف تضل. يا ابن الروح ببشارة النور أبشرك فاستبشر به، وإلى مقر القدس أدعوك تحصن فيه لتستريح إلى أبد الأبد. يا ابن العماء جعلت لك الموت بشارة كيف تحزن منه، وجعلت النور لك ضياء كيف تحتجب عنه. يا ابن الوجود حاسب نفسك في كل يوم من قبل أن تحاسب، لأن الموت يأتيك بغتة وتقوم على حسابه في نفسك. ابن الإنسان لا تحرم وجه عبدي إذا سألك في شيء، لأن وجهه وجهي فاخجل مني. يا ابن الوجود لا تنسب إلى نفس ما لا تحبه لنفسك، ولا تقل ما لا تفعل، هذا أمري عليك فاعمل به. يا ابن الروح أيقن بأن الذي يأمر الناس بالعدل ويرتكب الفحشاء في نفسه إنه ليس مني ولو كان على اسمي. ابن الإنسان لا تنفس بخطايا أحد ما دمت خاطئا، وإن تفعل بغير ذلك ملعون أنت وأنا شاهد بذلك. ابن الوجود